التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمس أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة الزيارة الأخوية التي يقوم بها جلالته للمملكة المغربية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع المملكتين الشقيقتين وسبل دعمها وتطويرها إلى آفاق أرحب بالشكل الذي يختم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد جلالة الملك المفدى على عمق تلك العلاقات البحرينية المغربية والتي ارتكزت على دعائم قوية من التعاون الوطيد والمثمر على كافة المستويات، معربا جلالته رعاه الله عن تقديره واعتزازه بجهود أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ودوره في تعزيز وترسيخ علاقات البلدين الشقيقين، متمنيا للمغرب وشعبه الشقيق المزيد من الازدهار والتقدم والرفعة في ظل قيادة جلالته الحكيمة.